انا عايز تستنى لسبتمبر، انا عايز تستنى لسبتمبر، انا عايز تستنى لسبتمبر توعدنا حياتنا هتتغير. 30 سنه واحنا بنتدمر وحياتنا من مر الامرر، دلوقتي طلبنا نتحرر وبلدنا نبنيها ونعمر، وعايز في دور انك قيصر تتحكم فينا وتتامر. على ايه يا عجوز التمانين ده في عهدك عشنا تايهين، شايفين الظلم وساكتين مش عملاء كنا خايفين. دلوقتي الناس بالملايين من بطشك بقى مش هايبين، قصي الشهداء عاشوا معانا ارواحهم فينا وسكنانا، دم خالد سعيد وكريستين قبليهم وفاء قسطنطين، منهم قتلوا والباقيين مش عارفين نلاقيهم فين. عايز تستنى ونثبت رجع لنا ناسنا اللي اتقتلت في اقسامك، ولا يوم اتحجمت ولا تحقيق ولا يوم اتسالت، كانت غلطتها انها سالت وسالهم ما عجبش سيادتك، وكتير غيرهم ماتوا من الجوع او جاعهم عبروا عنها دموع. اصل في عهدك كلمه ظلم تبقى دي تهديد للحكم، تعتقلوهم وتزلوهم وفي وادي النطرون ترموهم، لو عاشوا ورجعوا لاهاليهم يبقى كفايه ورضت عليهم. ايه يعني كرامه ما تكفيهم لو عاشت كتبني عليهم، وكفايه انك تديهم فرصه يعيشوا كلاب في كوف او حتى يموتوا من الخوف. ايه يعني لو كنت عميل مش لينا ده الاسرائيل، لو يعني كنت لهم ديل نتجرأ ونقول ده يا رحيل، لا كده زودناها كتير وكمان بالنادي بالتغيير. ايه يعني 80 مليون طلبوا برحيلك مليون، ما كمان في صفك 2000 باللي قبضوه مبسوطين، هينادوا بيك ويكونوا شاكرين لو زودت لهم قرشين، واللي ضدك متظاهرين على رأيك مش مصريين، ايرانيين او يابانيين او يمكن حتى صينيين او يمكن حتى اخوان. ايه يعني معاهم رهبان؟ ايه يا طاغية راح مخك فين؟ والله زهايمر من 80، عن حقنا بقى مش ساكتين، موت بقى وارحل يا لعين.